السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات والمغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه واحد البنت كان الاسم ديالها رباب، وهذا اسم مستعار طبيعي الحال. رباب بنت في العشرينات من العمر ديالها، بنت عاطية العين وجذابة وما إلى ذلك. كانت مريحة من راسها، ما كتقرا ما كتخدم ما كدير حتى شي حاجة، كتخرج مع صحاباتها هنا هنا يدورو هنا يدورو هنا، صافي لا أقل ولا أكثر. واحد النهار من النهارات هي وصحاباتها غادي يمشيو ويتلاقاو مع واحد البنات أخريات، يعني صحاباتهم حتى همايا، كيمشيو كيرسادو الكازينو، كازينو مالها وكازينو يعني كيقمرو فيه وما إلى ذلك، وكيدخلو غير الناس اللي لاباس عليهم. هنا ملي دخلات هاد رباب مع البنات، وهي أول مرة غتدخل لهاد العالم وغتشوف الكازينو وتشوف هاد النوع تاع البشر كاين تمايا، انبهرات بيه وعجب هاد الحال هذا، خاصة وأنه كما قلنا هاد البنت رباب اللي كنعاودو عليها كانت عاطية العين وجذابة، وأي واحد شافها كتعجبو، لهذا ما وحلاش بزاف اللي حتى طاحت على شي رجال من تمايا وعرضوا عليها الكازينو باش تقمر معاهم، علموها اللعب. هادشي هذا راه نهار وخوه نهار وخوه نهار وخوه، ماشي نهار ليلة وحدة. مزيان اللي حس عرفات تاهي على دوك الرجال، ولا كتمشي مع هذا مع هذا مع هذا، وكتربح الفلوس في هذاك القمار، كاين اللي يخلص ليها كاين اللي كتلعبو وتربحو، أولا هو كيخليها تربحو باش يعطيها الفلوس. المهم السيدة دخلو في جيبها الفلوس بزاف. هنا والديها غينتابو الأمر، غينتابو بأن هاد البنت هادي تبدلات، ولات كتعطل بالليل، كتخرج بزاف، بعض المرات كتعطل لواحد الدرجة اللي كبيرة بزاف، كتلبس شي لبس ماشي من عويداتهم ماشي من عاداتهم، هما أسرة محافظة. هنا قال لها اجي تبعدا اشنو كدير هنا، قالت لي لا كنخرج غير مع صحاباتي وداخله شي مشروع هنا وهنا وهنا. حاولوا معها ولكن ما داو منها لا صح لا باطل، حاولوا انهم يحبسوها في الدار، ولكن السيده كانت صافي خرجات، اللي فات فات، خرجات من الدار ومشات كرات مع صحاباتها في المره الاولى، ولفات الفلوس عينيها خرجوا فعلا. نيت هذيك الكازينو اللي كانت كترسادو كانوا فيه رجال لاباس عليهم بزاف، وكل مره كتمشي مع واحد يعني دارت شله فلوس، والقمر اللي كتلعبو في هذا الكازينو كيدر عليها اموال كبيره بزاف. زيد على ذلك ان مول هذا الكازينو اولا الملهى كانت عزيزه على رباب، لان بسببها كانوا كيجيو رجال بزاف الملح، وبالتالي فهي ورقه رابحه بالنسبه ليه. مزيان اليوم غدا اليوم غدا كما قلنا راه كتدخل الفلوس، لدرجه انها دفعات في واحد لابارطومون ومتبع الطريطه مع لابونك، ولكن باقا ما ساكناش فيها غير كاريه مع البنات. اليوم غدا اليوم غدا غتعرف على واحد الشاب، هاد الشاب كان كيجي تاهو للكازينو، وهاد الشاب هذا كان وسيم عاطي العين، هو هذاك مقبول، عجبها الشاب وحاولت انها تقرب منه، سولات عليه، عرفته بان الاب ديالو يلاه مات، وورث واحد الثروة هائلة، وهو الوحيد في العائلة ديالو اللي ذكر ليه، هو در يعني ورث أموالية كبيرة بزاف، ولكن مبلي بالمخدرات الصلبة، مبلي بالكازينو القمر كيقمر بزاف، الشراب، الكارو. بقات كدور به للرباب، كدور به دور به حتى طيحاتو الشبكة، ولات كتخرج معاه، تمشي معاه وتجي معاه. هنا عرفاتو بأنه لاباس عليه، كيجي بالطوموبيل يوصلها لحتى البلاصة اللي كارية مع البنات، ولا ولاد الحومة كيهضرو عليهم وكذا وكذا، كيفاش السيدة هادي كيجيبها دخونا، وهي كانت كارية مع البنات في واحد الحي شعبي. هنا اضطرات أنها تمشي وتسكن في هاديك لابارطومون اللي كانت شاريها، وشاريها بالتقسيط، كتخلص الطريطات كل شهر. مشات سكنات راسها ولات كديه تما مرة مرة، أولا هو كيديها لابارطومون ديالو مرة مرة. مشات أيام وجات أخرى، وهاد الشاب اللي كيما قلنا كيمشي ويجي معاها، هي كانت طامعة فيه أنه يتزوج بها، ولكن هو كانوا عيني زايغين، ما كانش ناوي يتزوج بها، غير مدوز بها غير الوقت وصافي. زيد على ذلك أن والديه وخوته وعائلته ما كانوش باغينو يتزوج بهذا الرباب. زيد على ذلك وهذه الطامة الكبرى أنه السيد طب في كل شيء، كاع ديك الفلوس اللي ورث على والدي أولا بالأحرى على بواه، طبها الشراب مخدرات الصلبة في القمر، وراكم كما كتعرفوا القمر راه يخليه واخا تكون الثروة ما تقداش، خاصة وأن السيد ما كيدير شي حاجة غير كيخسر غير كيخسر غير كيخسر. ملي كمل كل شيء مشى عند أمو عند خواتاتو عائلته، ما عقع عليه حتى شي واحد، قالوا أنت واخا نعطيوك مال الدنيا غتكملوا في ليلة ونهار، لهذا أحسن لك تبقى بحال ما هكا، بغيتي شي حاجة حنا نعاونوك سبيل الله، هادشي اللي كاين. شاف تاعي هاد الشاب هذا ورجع عند ديك رباب، غادي يرجع عندها وعاود ليها، وهي راه عارفه كلشي بانه طب كلشي في البليه في القمر وما الى ذلك.
شداتو واستهدفاتو عندها في الدار، بقى عايش معها، يشري لي الكارو، يشري ليه المخدرات، يدي الكازينو معاها، تخلص عليه القمار. مهم السيد بحال راجلها، هو ما راجلها ما والو. اليوم غدا اليوم غدا، والسيده كما قلنا دخلات فلوس صحيحه وخلصات ديك لابارتومون ديالها في خطره وحده، لان جبت فلوس صحيحه بزاف. صافي هنايا حملات معاه، ملي حملات غتولد، ولدات واحد الوليد، وفي هذه الاثناء هذه راه والديها ساقوا الخبار شنو كدير وكذا، ولكن صافي اللي طلعت هنايا ولدات كما قلنا. ملي ولدات شافت عيادك اللي معاها هو يتزوج بها، صافي دار على العقد وتزوج بها واعترف بولدو وبقى عايش معاها. هنا اشنو ولات كدير؟ ولات كتمشي لهذاك الكازينو بحكم انها كونت واحد الشبكه ديال العلاقات نساء ورجال وما الى ذلك، ولات كتستقطب نساء ورجال كتجيبهم عندها للدار، يعني في عوض ما يمشيو للكازينو الشوها وما الى ذلك، كيجيو للدار مستورين، كيقمروا الشراب، كلشي هي على حسابها، كيعطيوها الفلوس هي كتوجد لهم الجلسه، شراب، مخدرات، قمر وما الى ذلك، كتنظم الجلسه بحال عندها قهوه تما او بحال عندها كازينو هي وراجلها بطبيعه الحال، وما كاينه خلص الكاش. هنا دات فلوس صحيحه. هنا من بعد واحد المده اللي ماشي بالقصيره، يعني تمكنات انها من غير ديك الدار دير طوموبيل ودير فلوس وما الى ذلك، ومصيره ومهليه في ولدها ومهليه في هذاك راجلها وما الى ذلك، القضيه قاعده عندها مزيانه. ولكن واحد اللحظه من اللحظات، يعني دوك الناس اللي كيجيو عندها بحال القضيه شويه نعسات، مابقاوش بنادم كيجي عندها بزاف، القضيه بحال هبطات عندها وكذا وكذا وكذا، ولو انه الجيران كانوا كيتشكاو منها، ولكن ما عمرهم صراحه ما علموا البوليس، كانوا كيتشكاو كيوصيوها تصداع الروينه كذا، شي طالع شي هابط كذا، شنو هادشي هذا، كتقول لهم غير سمحوا لي وصافي واخر مره وكذا وكذا وصافي. اش ولات دير ملي طاحت القضيه عندها، يعني نسات القضيه عندها، ولات كتمشي للكازينو، كتمشي وكترجع تخدم هي وراجلها. بطبيعة الحال هي راه بحال ما مزوجاش، مزوجين غير في وراق، ولدها كديه لدار والدها، كما قلنا حياة العلاقة من بعد ما تزوجات، حياة العلاقة ديالها مع والدها، ولات كتحط ولدها عند والدها وكتمشي، هي كتمشي، كتخدم الخدمة ديالها العادية، وهو كيمشي على الشرا والبلية وكذا وكذا، الناس مزوجين غير في وراق، شي حاجة اللي هي كما هو متعارف عليه في الزواج راه ما كاينش، هي بحال ما مراتوش، بحال غير مريح معاه في الدار، هادشي اللي كاين. صافي ولات كتمشي مع الرجال عاوتاني وتجيب فلوس وما الى ذلك وتقمر ودير الخدمه ديالها الاولانيه، وهو كذلك كينصب على العيالات، وهنا كل مره مع وحده خاصو غير يجيب فلوس لا اقل ولا اكثر. صافي من وراها شنو غادي يوقع؟ من وراها غطري عاوتاني في الدار، من ورا ما خدمات شويه في كازينو هي وراجلها، ولاو عاوتاني رجعوا كيجيبوا رجال ونساء عاوتاني للدار ورجعوا للعاده ديالهم القديمه. هو مع الوقت القاضيه مزهره في الكازينو كيمشيو ليه، القاضي عاوتاني عسات الكازينو كيولي هما يستقبلوا في الدار، هذه الخدمه ديالهم. واحد النهار من النهارات غتستقبل او لا غتعيط عفوا لواحد صحاباتها كاين في الكازينو، هي موالفه ليها مره كتعيط ليهم كتسولهم اشنو القاضيه كيفاش دايره تمايا، واش محركه القاضيه، كاين شي كليان جديد، كاين شي كذا، الا كان شي كليان جديد كتمشي كطير تما كتقرضوا ليهم وكتجي، يعني كتعرف اشنو كدير السيده، كتعرف شنو كدير. هنا صحاباتها قالوا ليها ودي راه كاين واحد الكليان راجل كبير في العمر، راه ولا مؤخرا كيجي كيعطيها غير الشراب والبليه وكذا، وراه باين السيد لاباس عليه، كيغدق علينا بالكادويات والهدايا والفلوس موجوده والبنات كيدوروا به ما كاين خلص، وكيقمر ما كيزقاش مزيان. قالت هذا ضحيه زوين، لبسات مزيان ولبس راجلها مزيان، ومشاو للكازينو، مشاو عنده لقاو تما كيلعب، يعني كيلعب القمر تما، بقات كدور به اللي حتى وصلات النوبه ديالها ولعبات معاه، وبدات كدير شي تصرفات اللي هي ما تصرفات ما والو، اللي حتى طيحاته في الشبكه. من ورا ما طيحاته في الشبكه ولا كيخلص عليها القمر، يخلص عليها مشروبات، يخلص عليها كلشي، يدور معاها ولات كتجيبو للدار عندها، كتقول ليه هنا الشوهه والفضايح وكذا وكذا، اللي كنت واحد يعرفك وانت انسان مهم وما الى ذلك، اجي عندي للدار. جا عندها للدار المره الاولى الثانيه الثالثه، السيد يعني كيكاشي معاها مزيان، كيعطيها فلوس صحيحه، عرف راجلها وهاد المراه بان هاد الراجل اللي كيجيبوه للدار مره كيجي معاه في الطوموبيل اموالي كبيره بزاف، السيد لاباس ليه بزاف. هنا شنو قالت ليه؟ قالت لي واحد النهار شوف السي فلان، انت راك عارف القضيه كي دايره، وهادي الخدمه اللي كنخدموها حنايا، والله غالب حنا ما كرهناش، وراه الدار باقا في الكريدي وعند الطوموبيل في الكريدي، وراجلي ما خدامش مسكين، عافاك السي فلان اللي معاوني وسلفني واحد المبلغ
عطاتو واحد المبلغ شحال على الملايين يسلف عليها. قال لها صافي دابا نوجد واحد القضيه، المهم شي ايامات ونعاود نتصل بك، ولكن هي باغا بسرعه، باغا الفلوس في اقرب وقت ممكن. صافي قالت لي الله يجزيك بخير، مشى غاب عليها. عاوتاني عيطات له ملي تعطل ليها، قال لها صافي انا باقي دايرك في البال، راه غادي توجد القضيه، غادي نجيب لك الامانه، غير كوني هنا. قالت لي شوف ما تخافش، ندير معاك شيك، ندير معاك اعتراف بدين، ندير معاك اي حاجه، المهم غير اعطيني واعتقني في الازمه الماليه ديالي. قال لها صافي. المهم جا عندها واحد النهار صادفاتو، جا عندها قالت لي فين الامانه؟ قال لها صافي هاد اليومين غتكون عندك، هاد اليومين الله يودي. المهم ضايفاتو هذيك الليله، تعشى مزيان، دور معاه عاوتاني ومشاو. قال لها شوفي غدا راني عارض عليك انت وراجلك، نتوما ضايفتوني في الدار وتحليتو فيا وعشيتوني وما الى ذلك، كبرتو بيا، جيو عندي الكازينو كلشي على حسابي انايا. قالوا لي صافي واخا، مشاو مع الكازينو اولا جاو عندو الكازينو. المهم تهلا فيهم، خلص عليهم هذيك الليله كلشي من الاول حتى الاخر. صافي ملي سالاو قال لهم انا غادي نوصلكم للدار. صافي انا غادي ركبوا معاه في الطوموبيل ووصلهم للدار. قالوا لي عاوتاني الامانه فين هي؟ قال لي شوفي غدا ان شاء الله تكون عندك، راني وصيت الناس وكذا وكذا، وهذاك المبلغ شويه كبير، غدا ان شاء الله يكون عندك. هنا شنو داروا؟ شدوه مزيان، قالوا شوف طلع معنا للدار، تعشى وشرب اتاي عاوتاني. قال لي يلا تعشينا الله يودي في الكازينو. قالت لي شرب معنا غير كاس داتاي وريحوا واحد شويه، انت دابا كبرتي بينا وجبتينا حتى لهنايا، رجعتك بخير، يلا طلع معنا. حشموه وطلع معاهم. ملي طلع معاهم الدار ريحوا، جابوا لي واحد القنينه تاع مشروبات كحوليه، بدا كيشرب معاهم وبدات كدور به من هنا من هنا من هنا، تقول لي عطيني فلوس السي فلان وكذا وكذا راني محتاجه. قال لنا على الشيطان فلان، غدا ان شاء الله توجد الفلوس. شويه قال لها عرفتي شنو، بحال صافي السيد جاه الملل وعيا وبغى ينوض يزيد في حالته. قال لها صافي غادي نمشي، هذا هو الوقت، راني تعطل دابا الليل وكذا وكذا، ومراتي كتسنى فيا وليداتي، غادي نمشي في حالتي. شدوه، لا باقي الوقت وكذا، يلا تريحتي ربع ساعة وشحال ريحتي وكذا، عافاك لا بقى والو. وتقريبا شدوه بز، دابا هما شافوا ديك الفلوس اللي جايب، شافوا عنده الماليطة في الطوموبيل، صافي حمروا في ديك الفلوس، خاصهم ياخدوها، ما عرفوش شحال بالضبط، غير شافوه جايب الفلوس وصافي. المهم كيديو يجيبو معاه في الهضرة، واحد اللحظة طار عليه هذاك الراجل هو يخنقو، خنقو بقوة لحتى طيحو تمايا. صافي من اللي طايحو تمايا اشنو دارو؟ كيفاش غادي يخرجوه وغادي يركبوه في الطوموبيل؟ وحده شداتو من هنا، هي مراتو شداتو من هاد الجهه من هاد اليد، وراجله شدو من هاد اليد، هبطوه على اساس انه سكران، لانه هذاك الموبيل اللي ساكنين فيه مره كما قلنا راه شي طالع شي هابط، وديما الفوضى كاينه تمايا، مره شي واحد كيسكر بزاف كيفوت كيهبطوه بهذيك الطريقه. هو راه ميت السيد، خنقوه قتلوه، مهبطينو لحتى طلعوه للطوموبيل ديالو، طلعوه اللور، هي رايحه قدام وراجلها ساك طوموبيل. وفين غادي يديوه؟ غادي يديوه الخرجه تاع المدينه، بقاو غاديين بيه من هنا من هنا من هنا لحتى وصلوا لواحد البلاصه فيها غير الظلمه. قالوا هاد هنايا القضيه شويه مسلكه، لوحوا هنايا، تلافتو هنا شي واحد ما كاين، هما جابوا السيد رموه تمايا ومشاو بالطوموبيل لحتى حطوه في واحد المكان ورجعوا للدار ديالهم. من بطبيعة الحال قلبوا الطوموبيل من بعد ما غيخلصوا منها، قلبوها لقاو الماليطة شحال فيها، لقاو فيها يلاه 3 مليون، يعني قتلوا السيد على ود 3 مليون. الناس ما صبروش حتى اليوم موالي باش يجيب لهم فلوس، كيسحابوا هذيك الماليطة فيها شي 60 مليون أو 70 ولا شحال، شوف شو جاب لهم راسو. صافي من بعد قتلوه طلعوا سيقوا الدنيا نقاوها قادوها ونعسوا كملوا نعاسهم. اليوم موالي مع الصباح بكري في هذيك البلاصة فين مليوح السيد، كيجيو شي ناس كلقاو الراجل مليوح تمايا، هو ميت، حال فمه عيني خارجين، والسيد بعقلو طايح تمايا. في الاول قالوا هذا غير سكران، ولكن ملي كيجيو كيقلبو كيعينو مباشره بعين المجرده كلقاو السيد ميت. مشاو علموا البوليس، جاو البوليس شافوا هنا ما كاين حتى شي دليل ولا اثر، خلاوه القتله او القاتلين او الناس اللي صفاو لهاد السيد. عرفوه السيد مخنوق وكان شارب من خلال التحليل تاع الطبيب الشرعي. المهم القضية تشهرات تما في ديك المنطقة بأنه لقاو واحد السيد ميت هنايا في حدا هاد القنت هذا كذا كذا، لحسن الحظ ديال البوليس بأن في هذاك المكان، يعني كيشوف في هذيك البلاصة كان واحد السيد داير كاميرات، هادوك الكاميرات هو ملي سمع واحد الجوج تلقاو البوليس على مقربة من البلاصة اللي ساكن فيها تما،
قال غادي نشوف الكاميرا ديالي، حيت الكاميرا ديالو كتشوف في هذاك الاتجاه نيشان. قال غادي نشوف الكاميرا ديالي، رجع الكاميرات كيشوف الناس اللي حطوه في الطوموبيل، الراجل ومرا نزلو من الطوموبيل ورماوه ومشاو حالاتهم. هز هذاك التسجيل تاع الكاميرا وداه البوليس، سهل عليهم الخدمة وبلا ما يبحثوا وراء الضحية ولا شي حاجة، دغيا وصلوا الفاعل. فعلا الناس ما وصلوا للضحية لأنهم عرفوا الهوية تاع الضحية شكون هو، ملي توصلوا ليه مشاو لقاو السيد مزوج وإنسان مقاول وعنده وليدات وما إلى ذلك. وعرفوا من خلال مراته قالت بأنه راه ديما كيشرب وديما كيرتاد الأماكن الليلية يعني ملاهي وما إلى ذلك. مزيان وصلوا لواحد صاحبو، هاد صاحبو هذا قال لهم بدي راه كيمشي لواحد الكازينو اللي كاين في البلاصة الفلانية. مشاو لهاد الكازينو، تعرفوا عليه الفيدورة، تعرفوا عليه الناس اللي خدامين تما. هاد السيد الله يهدي راه كيجي عندنا، ومعاه من كيكون، معاه من كيمشي. هنا كاملين الناس اللي خدامين واللي كيعرفوه مزيان قالوا بأنه كيمشي مع واحد السيدة سميتها رباب وراجلها راه معاشرين معاه. ولا غير دابا شي ايامات قليلة هو هي نفسه داك النهار اللي تقتل فيه راه كانوا هنا يتعشاو هنا في الملهى الليلي نيت وقمروا مع بعضياتهم ومشاو. شكون اللي كيعرف هضرابة فين كتسكن؟ صحاباتها كاينين تمايا، الله يودي حنا كنعرفوا فين كتسكن. مشاو معاهم البوليس اللي حتى وصلوا لهاد رباب هاك، وصلوا ليها هي نفسها المرأة اللي شافوا في الكاميرا هي وراجلها مهبطين هاد الجثة هادي. قالوا لها كلمي لنا راجلك، راجلها ناعس يلا فاق، لقاو عليه القبض ودوه، دوهم جوج. غير شافوا البوليس صافي ما طولوش الهضره بزاف، اعترفوا بكل ما نسب اليهم بانهم قتلوا السيد بهدف السرقه، طمعوا فيه وقتلوه ورموه تما. وعندهم الدليل البوليس يعني كاميرا سجلاتهم وهم جايين ورموه. صافي مورا هاد الاعترافات ديالهم تلقائيه قدام البوليس تقدموا العداله وتحكموا بجوج بهم 30 عام 30 عام. ايوا هنا كتسالي القضيه ديالنا دي اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.